ولا تعالي هنا. يقول انا لا 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 انا ريبيت كده وفي البلد ده لا لا ولا تعالي. لازم امشي بس انت ماشي انا بمشيها. وبيزعلوا في ناس بيزعلوا بيقول لك لا انا احنا اتعوضنا كده وربينا كده انه نجيف ما نفوت الصف ده ما حقنا والله ما انا وما بقبل حتى تقوم لهم من الكرسي كده في المواصلات هو ارفع يقول لك نجيف كده خلاص انت جيت قعدت قدامي خلاص حريه سلام وعداله. نحن المتطفلين اجينا في بلدان الناس محترمين لنا ايا كان يعني انتوا الدوله دي لازم يا جماعه هوي لازم تقلوا الدوله دي من الشماليين عديد الشماليين ده تقلوا منهم الدوله نحطوه في الترابيزه هم ياخذوا نصيبهم سودانيين ولا سودانيين الشماليين ياخذوا نصيبهم بس حقهم بس. والسفارات دي تكون تابعه للسودان تلقى تخش السفاره تلقى نوباوي سفير تخش تلقى فوراوي سفير تخش تلقى مسلاتي سفير تخش تلقى ناجاوي سفير تلقى زغاوي سفير تلقى عدروبي سفير تلقى ناس امقسنا واولى الصعيد وبتاع ناس الدمازين هناك ناس الماك ابو شوتال دي الاهل تلقاهم سفراء تلقاهم قضاء تلقاهم مستشارين تلقاهم دكاتره تلقاهم مهندسين. حرية سلام وعدالة. نحن بعد دفع مناطقنا بننط في زولنا نجي نسيب بليلي أبو أهله في الفيسبوك وفي في 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 القنوات دي نقول فلان ده حرام. انت قالك اللايفات دي بتجيف والله إلا نموت. أنا كان بجيت كبير زي أمك ده قاعد في 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 السعودية في في مصر ده اسمه أكتب لي شفتها بجيت زيه وشفتها برضو هو قاعد يتكلم وأنا ما قاعد يتكلم صلاح سندالة بس سندالة ده شفت قاعد يتكلم. أنا لو تاني قعدت 15 سنة لو بقيت زي سندالة برضه بقول فلان ابن فلان ده حرامي وبدليل يهودا كده 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 الوالي الفلان في قرب دارفور كده كده حرامي بكرة بطلالين بيشيروك برا. انت قال لك واي ما تقدر تقيل. عشان كده أنا حاسس الحركات المسلحة ده بالذات من ناوي ده أنا در أقطع وعديل أقطع ونهاية أقطع طاري ولا دير حاجة اسمه مناوي ولا دير حاجة اسمه جبرين ولا دير نهاية أنا اسمه ده ذاته دير أشيله من الوجود نهاية ما ينفع. أكلمك مناوي ده نهاية في دارفور خير يجيب الفور ما بيجيب لنا أي حاجة نهاية أقطع وليه شغالين بلوتي نزج في الحرب ده ينتهي من ناوي مع السلامة. آخر حاجة وعدها وداني يا ظلام الحب فأبونا تاني ما تعدي وداني يا ظلام غدار مهل ما برواد شاني في صعلوك شماشي هو دائرنا أنا نرفو هنا في التواصل الاجتماعي في صفحة تبريد في مخ قالوا مين أمنا مين تعمل من ناوي قال الله العظيم أحمد كسر الله أقسم بالله العظيم يا جواب أهله قال لي شفت كله ما متعلمين وما عندهم أي حاجة وناس شفت قال بوصف على الطيران وناس أي أنا شايفك لكن ما بجيبك هنا أجيبك عشان على حسابي أنا تستشهر تنشهر أنا أشهرك على حسابي أنا كفاية ما بيبي ينشهر وينشهر أولا مسبكة أنا بيعتذر والله كان من قلبه جوه لأنه دليل أربط الكلام بتاع اعتذاره وأربط الكلام بتاع إنه لما نتكلم مع أبو رحف نفخه واليومين ده نط في جيب درار ونط كمان في منو في كيكل لأنه عشان يختلفوا مع الكيزان لازم يشوفوا لهم حجة لأنه المسبل بتبكي والريشة يعني شو زول لو داري يطلق مرته وجينا منه فبقت إكليتة 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 عديل ومتمسك نفس إنه تطلقه فبقوم بيجيب شنو؟ بقوم بيجيب اللبن بخطه نحن طبعا عندنا القوانين بيجيب الفحم بخط اللبن هي لما تجي تتقاطع كده بيشيل توبة بيخطه في الحلة كده وعشان تكفي اللبن وبعدها عشان يشاكل معاه كيف العشاء ده كجاتي عشان ده يطلقها فالحتة دي بقول لك المسبل بتبكيه والريشة عرفت كلامي؟ هم دايرين ينطوا نطوا في الشيبة ديرا ونطوا في اسمه من الله يدينا اسمه ونطوا في نطوا في كيكة لأنه كيكة ليه وما قتلتوه وتيه وما عارف وقتلتوه حكيم تيه ما انتوا عنصريين يا ولد الحرام يا ولد الكلب فإلى شنو فبيحصل كلاشات هنا في المحلل ابن الكلب ابن الواطية ده قبل شوية يعني هنا الجماعة قبل قال لي عارفه أتاري كوس ابن الكلب قال والله يا أخي الحرب يتنقل لا الحرب ده ما تنقلوا بيد أمك هناك تنقلوا ليه في دارفور
يعني احنا ذات ناس منا ودل بنقول لهم مع السلامه، ثاني يا بلاد بامروا ونحن ما جايين، ما جايين نحن قاعدين، انتوا نسوان نحن ذات نسوان، وخبرات ولا شنو؟ يعني احنا نقاتل لكم انتوا نسوان نحن ذات نسوان، انتوا البس انا احنا ذاتنا البس ثياب وطلع، انا اوريكم قلاده ذاب كمان. انتوا تلعبوا لكم شنو يا رجل؟ يا زلمه والله نشتري ستيانات كمان، انتوا تلعبوا لي ولا شنو؟ هذا هو ما بزول يموت لي فطيس ساكت يا زول. انا كلمت انا وكلامي ده مرضى، كلامي مرضى اسمعوا يا زول. الكيزان ده اللي مريض كطول نكون حكومة حرب غصبا انه ما في ده. انا بجي بقول والله الحكومه ده ما بمثلني ولا على كيف حريه سلام وعداله صح هاي. بعد بتتشكل حكومه بتاعت فتره انتقاليه حلو هاي تمهيد للانتخابات بيكون هنا في دستور الناس بتوقف عليه مجلس تشريع قضاء مستقل حلو الجيش يطلع من السياسه تصفيه القادات يا اخي كباشي ده كباشي كباشي البروفيشنال عشان انا اكد لك انه جميع الضباط هم شوايق وجعليه كباشي لما جاء دار يتكلم في الموضوع بتاع الاتفاق الايطالي قال شو قال الاتفاق الايطالي دي الما متوافق عليه دي كباشي ده بوناوي ها نوباوي اصيل ابن بلد اللي بيخليه يقول دي شنو يعني دي دي لغه بتاعت شنو باللغه العربيه دي دي لغه بتاعت شوايقه. اذا الناس اللي قاعدين معك في المؤسسه ديل واثروا عليك حتى باللغه المحليه انه ديل بيرجع الكلام ده للشوايقه. اذا الضباط اللي انت محتك معهم كلهم شوايقه فده لازم في الشارع اكلمك. انا اي شطري كلمه انا زول استخباراتي بحتي قال الاتفاق الايطالي دي بتاعت حبوبتك انت ما هو اثروا عليه طبعا يعني انا اقول له شو يعني. الناس دي انا شفتها في السودان ده بس بكشف لم كده بعلم كده بشمشم ريحه ده كنت لابس دبيبه بلوكوس انا لكن لقينا الفرصه الان نحن جوازاتنا اوروبيه وانا ما باخذ الجنسيه الفرنسيه ابدا انا عندي ورق ايزي عادي ساكت تمام اقامه ففي الاقامه دي عندي جواز اسمه وياجي وياجي يعني جواز بتاع السفر صغير كده باسبور صغير كده مش الكبير فده مسافر بيه تصفي اي ابن حرام هنا مسافر هنا في البلد ده ما بينه بل وزاتوا انتوا قمع اغبياء الفلسطينيين قاعدين يطلعوا مليونيه عشان بيناحضوا بيقولوا والله نحن اسرائيليين قتلوا اهلنا بيطلعوا عمل انساني بيدافعوا للموتى وكده طوالي الاوروبيين بيجوا بيخشوا في المظاهرات طوالي بيصيدوا في فرنسا بيصيدوا بودوا البرلمان حقهم بيصيدوا بودوا الاتحاد الاوروبي بيستلموا الاون بودوا لهم اغازات انتوا يا كافي البلا الله يطلع بيتيكم تجوا كل جانبكم جانب سياسي كذب سياسي حتى بقول لكم انتوا كذابين ومنافقين انتوا قلتوا ضد الجيش وضد الحكومه الظالمه دي تجي تقول الجيش انا لما قاعد ادعم الجيش انا قاعد فوق كده اشوف فيه عنصريه عادين بلقطونا نحن بودونا بزجونا في العمليات زي كلام زول الوسخ ده اسمه خال الغابه ولا الزفت الطين ده نفس الكلام ده انت تجي من الخلا حسي بس تقعد 3 شهور طوال يقول لك اسمع هاي عمليات في الخدمه يا اخي الالزاميه زمن الالزاميه بقبض الناس بقول لك قال الجهاد بالمال وبالنفس بالله يا روح امك بالمال وبالنفس هاي حلو نحن بودونا لانه نحن عيال الغلابه وهم قال بقول اولادهم ديل دفعوا قروش وطلعوا زر بس لما يحلقونا صناعات زي صناعاتي دي لما نجروا جكه كويس بس نحن بس زر بس وقال مساكين ما غلابه ما في حاجه تواصل اجتماعي عشان نجي نتكلم ونلقى واعيين فيه كويس وقال لي نرقص جونجرن كمان عليك دينك شوف علينا على وشنا الارض
نبسنا جون كرم والله العظيم اكلمك يا غرني يا امالا الله يا عميل كمبالا الله البلد برجالا الله انت مالك ومالا الله هاي ترك ترماني الله ذي الخزائن ملاني الله رازق السغلاني الله عارف ما بنساني الله لغايه هنا نبسنا كرم صح. شوف عشان دريب تقولونا يقول لنا قال قولوا يا اخوانكم ما راجعين هنا تاني قولوا لي اخواني الله ما نراجع ثاني الله النصر عزاني الله والشهاده اماني الله. وهم قاعدين لا هم قاعدين ابشلاطين شلطومه قاعدين سمان بياكلوا بيشربوا والمروحه دي ولا الدنيا سخانه شغال وكونديشن بارد. عشان كده لما الدعامه جو الخرطوم خشوا يقول لك الكونديشن ده والله بالهيك بارد شغل ده بارد. انا ما ضد اي دول اشتغل بقى جبين وبنى بيت واشترى كونديشن. انا ضد المجرمين النهب والدوله. انا لا يمكن اكون حاقد لزول حتى لو راكب لامبورجيني اشتغل بقى جبين والتحيه له كان من شمال السودان ولا وسط ولا شرق. عندنا عديد ابناء زغاو وفور شغالين عديد دكاكين وبتاع عندهم بوتيكات وبتاع وعندهم امارات عديد ربنا يزيدهم. انا من الشخصيات والله العظيم ما قاعد اشوف موضوع بتاع بنا وعربات ما عندي حقد لزول انه عنده حديد. انا لو دير احقد لو انا بس يعني لو بقيت من الحاقدين احقد ناس الشركات ولا احقد الزول المسكين الموجود المجرح القاعد في السودان عنده بوكسي ولا عنده بتاع تفاصيل خرابيط كان فرق ساكت. لكن ابشر عظيم الكبار الدبر احلنا يا اخي الحرب ده زرع القام للجنوبين تذكر زرع لما انجحوا حكم الطاقة.